رسالة السلام والتعايش والاستقرار والإعمار. نطالب بتنفيذ جميع بنود الدستور والعودة إلى الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن. ردود أفعال شعبية إيجابية رافقت خطاب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني باللغة العربية، والتي أوجز من خلالها البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي الكردستاني والنظرة المستقبلية للواقع العراقي. كل مواطن عراقي يرحب بهذا الخطاب، ونرجو الشعب العراقي يرجو أنه يكون أخواننا في إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني جزء من حل مشاكل العراق، وينقل تجربته في البنى التحتية والبناء والإعمار إلى مناطق باقي الدولة العراقية. مبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الرئيس مسعود برزاني هي الأخرى ما زالت مستمرة بخطواتها، سيما العمل على نقل تجربة الإقليم الاقتصادية والعمرانية إلى مناطق الوسط والغربية وجنوب العراق من خلال مرشح الديمقراطي الكردستاني الذي طرقوا أبواب المنافسة الشريفة في 7 محافظات عراقية خارج إقليم كردستان العراق. من تلاحظ إقليم كردستان تلاقي فيه ازدهار واضح وبنى تحتية واضحة واقتصاد مستقر، وهو جزء لا يتجزأ من دولة العراق. فنرى أنه أهمية كبرى لكردستان وقادة كردستان للعب دور مهم في بناء العراق ونقل تجربته إلى مناطق الوسط والجنوب والغربية. كردستان صاحبة تجربة ناجحة على مستوى أكثر من 15 عام من حيث البناء والأمن، وكل العراقيين اليوم ترغب في نقل هذه التجربة لكل المحافظات بعيدا عن الشخوص الذي يمثلون تلك التجربة. اليوم عندما نشاهد تطوير البنى التحتية وأيضا الخدمات الأساسية وتعامل حكومة إقليم كردستان مع مواطنيها، من الممكن أن يكون له آثار إيجابية على الجانب في المناطق العربية، ليس فقط في محافظة كركوك أو ربما نينوى أو الأنبار، أو ربما هذا الأمر قد يمتد وصولا إلى البصرة. المواطن يريد تكرار هذه التجارب والسيناريوهات، ومن الممكن أن يكون ربما ثقل كردي كبير، طبعا كردي له ثقل على قلوب كل العراقيين وهم جزء أساس من هذا البلد. امتداد سياسي وتاريخي خالد للحزب الديمقراطي الكردستاني والمواقف البطولية الثابتة للعائلة البرزاني كانت وما زالت المنار الذي يهدي به الأحرار في العراق والعالم. من الأنبار محمد القيسي، زاكروز تي في.